أكد محافظ الدقهلية أيمن مختار أن مصنع سندوب لتدوير المخلفات بمدينة المنصورة يعد الأول من نوعه على مستوى مصر من حيث الطاقة التصميمية. يحتوي المصنع على خطين للفرز بطاقة 40 طن بالساعة بإجمالي 1200 طن يوميا، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 323 مليون جنيه. وفق منظومة جديدة تعمل بأحدث التقنيات العالمية، تعمل الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ عدد من المصانع الحديثة الخاصة بتدوير المخلفات البيئية. مصنع سندوب بمحافظة الدقهلية يعد الأول من نوعه على مستوى مصر من حيث الطاقة التصميمية، حيث يحتوي على خطي فرز طاقة 40 طن في الساعة بإجمالي 1200 طن يومياً، ويقام على مساحة 18 فداناً. طورنا ثلاث مصانع موجودين ورفعنا الطاقة التصميمية بتاعتهم ل 1500 طن في اليوم، وكمان عملنا مصانع جديدة، عملنا مصنع في سندوب بطاقة 1200 طن في اليوم، وعملنا بنعمل دلوقتي حاليا المصنع بتاع سندوب ده خلاص شغال اللي احنا موجودين فيه ده، وده التشغيل التجريبي بتاعه، بنعمل دلوقتي مصنع في المنزلة يخدم القطاع الشمالي لمحافظة الدقهلية طاقة 640 طن يوم، ووصلت نسب التنفيذ في المصنع ده ل 60% دلوقتي أو 50% تحديدا، وإن شاء الله خلال الشهر ده بنبدأ توريد المعدات والتركيب، وان شاء الله خلال 3 شهور بالكثير يكون المصنع بيشتغل. وكمان بنجهز لانشاء مصنع يخدم المنطقه الجنوبيه في ميت غمر طاقه 450 طن يوم، وتم التعاقد بالفعل مع الشركه اللي هتورد المعدات، واحنا في اطار الوقت ان احنا بنجهز الموقع لبدء التشغيل. وتتواجد في المصنع وحدتان لتنقيه السماد ووحده للفصل بالهواء، كما يضم خطي فرز بتكنولوجيا الماني هولندي بطاقه استيعابيه 1200 طن يوميا. مصنع تدوير المخلفات في سندوب يعتبر أكبر مصنع تدوير المخلفات في الشرق الأوسط. هو بيعتمد في التكنولوجيا بتاعته على الفصل الميكانيكي والمعالجة البيولوجية. طاقة المصنع 1200 طن يوم، عبارة عن خطين فرز كل خط فيهم طاقته 600 طن يوم، تصنيع وإنتاج ألماني هولندي. المصنع بيستقبل المخلفات بعد ما بيعمل فرز، بعد ما بيحصل فرز مبدئي للمخلفات في الأول بيتم تسجيلها ووزنها، وبعدين بيعمل فرز مبدئي للمخلفات لاستبعاد أي مخلفات غير مرغوب فيها. تحسين البيئة والحفاظ عليها هدف تبنته الدولة منذ أكثر من 7 سنوات من خلال تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات وتحقيق مردود اقتصادي تنموي ولما لها من مردود بيئي إيجابي، وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.